للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من مدريد الدكتور صلاح قيراطة الخبير في العلاقات الدولية. دكتور بداية أرحب بك، يعني بحث كل من شي جي بينغ وبيدرو سانشيز الخطة الصينية أو خطة الوساطة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن من ناحية أخرى يتحدث سانشيز على أن البيت الأوروبي لديه شروط خاصة لإتمام عملية السلام. بداية، كيف تابعت هذا الموقف الأوروبي ولماذا يأتي الحديث عن هذه الشروط من قبل البيت الأوروبي وليس أوكرانيا صاحبة يعني الأزمة في المقام الأول؟ نعم، رئيس وزراء إسبانيا كان في القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، كان قد أعلن أنه لا بد من أن نستمع إلى صوت الصين، وحقيقة انتقل من القول إلى التنفيذ ليحمل رسالة أوروبية إلى الصين، مفادة أن المبادرة الأوكرانية هي من يجب عليها الأوروبيون. لكن بذات الوقت نحن نعلم جميعا أن الصين كانت قد تقدمت بمبادرة السلام 12 نقطة قال فيها الرئيس بوتين أنه ينظر إليها باحترام، وفي ذات السياقات كان الكلام المتبادل بين الزعيمين الروسي والصيني يدل على تناغم وتفاهم في كل المواقف، ومنها القضية الإيرانية المتفجرة والمشتعلة والتي ألقت بظلالها على العالم مجتمع، وعليه لابد لهذا العالم أن يبحث عن طرائق وحلول يمكن لها أن توقف إطلاق النار على الأقل، وهذا كان في صلب المبادرة الصينية. الأوروبيون يقولون وروسيا تقول، والقوة هي ما تفعل أو ما ترسخ ما يقال. يعني الرئيس الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتروف قال بفصيح القول، بمعنى أن القوة وأن الإرادة الروسية هي الفاعلة حتى هذه اللحظة، وروسيا ماضية لتحقيق أهدافها من إطلاق عملياتها العسكرية الخاصة. بهذه السياقات أكيد هناك حراكات دبلوماسية مختلفة، لكنني دعيني أقول أو أسلط الضوء على الدور الصيني الذي انتقل أو ينتقل رويدا رويدا من الدور الاقتصادي والتجاري في غير مكان من العالم إلى الدور السياسي الذي برز بإعلان التوافق أو الاتفاق بين كل من إيران والسعودية بعد خلاف 7 سنوات. انتقلت الأمور إلى حيز التفاهم والاتفاق. إذن الصين تحاول أن تقوم بدور سياسي وهي فاعل، يعني لا يمكن أن يتم التنكر له، سيما في الملف الحرب الدائرة في شرق القارة الأوروبية، لأن الصين لديها أيضا معضلة أو مشكلة تحاكي المشكلة الروسية مع أوكرانيا وهي مع تايوان. فالصين بكل ثقلها ذهبت إلى روسيا وأعلنت موقفا واضحا صريحا لا يحتمل التأويل. الأوروبيون يردون، لكنني دعيني أقول أن الأوروبيون دون الأمريكيين يعني ليس لهم موقف ثابت واضح قابل للتنفيذ أو قابل للإلزام، لأن القوة كما كنت قد أسلفت هي من يتحكم الآن. روسيا تحارب، وفق أيضا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تحارب 3 مليون و600 ألف مقاتل من الأطلسي، ولهذه اللحظة روسيا إن لم تحقق انتصارات إلا أنها ثابتة وتتقدم، وإن كان هذا التقدم بطيئا. في هذه السياقات أريد أن أؤكد على نقطة هامة. بالأمس أول أمس زيلينسكي دعا الرئيس الصيني إلى زيارة أوكرانيا. طبعا الرئيس الصيني معلوم أنه كان قد قال أنه سيتحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني بعد زيارة موسكو، وهذا الاتصال لم يتحقق إلى الآن. لكن اللافت والذي يجب أن نضع عنده تحت عدة خطوط حمراء هو أن وزارة الدفاع الصينية وردا على دعوة زيلينسكي للرئيس الصيني لزيارة كييف كما هو معلوم، قالت أن الجيش الصيني سيكون جاهز للتعامل لأقصى حدود والتعاون لأقصى حدود مع الجيش الروسي، في رد غير مباشر على الدعوة الأوكرانية للرئيس الصيني، وكذلك على ما قاله رئيس وزراء إسبانيا في بكين يوم أمس. إذن الموقف الصيني متناغم إلى حد بعيد لالتقاء المصالح وذروتها
بين بكين وبين موسكو، الاتحاد الأوروبي يحاول ويحاول لكنه يعني طيب. ليس إلا دكتور صدق. يعني البيت الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يتحدث من ناحية أنه من سيضع شروط السلام في هذه الخطة الصينية. رد الفعل الأمريكي جاء بعد زيارة شي جي بينغ إلى روسيا، وصف بشكل كبير برد فعل حاد، وكان رد الفعل الأمريكي أن هذه الوساطة لن تتخطى وقف إطلاق النار والذهاب لهدنة، ليس أكثر من ذلك. ولكن حتى الآن يعني لم يخرج صوت أوكراني ولم يخرج رد فعل حقيقي أوكراني تجاه هذه الوساطة الصينية. في رأيك هل من الممكن أن تعتبر هذه الوساطة وهذه الخطة الصينية في مهب الريح، خاصة وأن الغرب بالكامل غير راضي عنها، أم أن أوكرانيا من شأنها أن تنظر يعني بعين ثاقبة وبثقة كبيرة في هذه الخطة وتتخذها على محمل الجد؟ أنا أقرأ رد وزارة الدفاع أو تصريح وزارة الدفاع الصينية يوم أمس على ما قاله الرئيس زيلينسكي من جهة، داعيا الرئيس الصيني لزيارته، وما قاله أيضا رئيس وزراء إسبانيا خلال لقائه يوم أمس الرئيس الصيني، أقرأها على أنها شكل من أشكال الإصرار والتصميم على الالتزام بهذه المبادرة، على أنها يمكن أن تحقق أقله وقف لإطلاق النار، وربما يكون اللاحق كما هو حال الكوريتين، حيث كان قد توقف إطلاق النار بينهما يوما وبقيت الحدود على ما هي عليه. هذا ما تسعى إليه الصين حاليا عندما قالت في مبادرتها. الأوروبي حقيقة غير موافق، ويرمي بثقله أنه هو صاحب القرار، هو صاحب القرار بهذا. لكن في كل الحالات الواضح تمام الوضوح أن الصين وروسيا متعاضدتان متعاونتان، وهذا ما لم ينكره رئيس وزراء إسبانيا عندما قال أن للصيني صوت أو رأي يجب أن نستمع إليه. إضافة لذلك دعيني أقول أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإسبانيا قديمة، وكلا البلدين يعتزم في هذا العام أن يحتفل بالذكرى 50 للتبادل الدبلوماسي. إذن يعني إسبانيا تحاول أن تلعب دورا توفيقيا لحد بعيد، إلا أنها ملزمة كونها عضو في الاتحاد الأوروبي أن تنقل ما قالته القمة الأوروبية الأخيرة. بالتأكيد. من مدريد دكتور صلاح قراطة الخبير في العلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة عبر سكايب.